طبعا اول ما بدات مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار، يعني مش هتكلم عن كبار السن طبعا على الرغم ان سؤالنا بيتكلم عن طريقه تعامل كبار السن مع السوشيال ميديا، لكن كلنا بلا شك يعني احنا حتى واحنا صغيرين والشباب واللي اصغر مننا كمان في البدايه ما كناش فاهمين قوي مواقع التواصل الاجتماعي، ما كناش عارفين قوي ازاي نتعامل، البوست نكتب ايه في البوست، نكتب ايه في الشات، لسه مش عارفين ومش فاهمين. فكان في مواقف كتيره قوي مضحكه بالمناسبه، يعني الميموري دلوقتي لما بتجيني مثلا تلاقيني مثلا كنت كاتب لحد انبوكس، طب انا ممكن ادخل اكلمه على طول ليه كاتب له هو انبوكس مش عارف، لكن مع الوقت خلاص احنا اتعلمنا. مع الوقت كبار السن طبعا نتيجه ان هم عندهم وقت فراغ اكبر فبقوا هم مقيمين على السوشيال ميديا بشكل اكبر مننا بكتير كشباب، لكن مهارات وتقنيات التواصل عبر هذه المواقع والمنصات بتكون عندهم اقل شويه من الشباب، فبنلاقي في بعض المواقف الكوميديه شويه من كبار السن على السوشيال ميديا، بعض المواقف اللي ممكن تكون بتحرج شويه، وكلنا حصل لنا اعتقد نفس المواقف يعني بسبب اهالينا الكبار في السن اللي بيدخلوا على السوشيال ميديا وهم لسه مش عارفين قوي ازاي نتعامل على السوشيال ميديا. سؤالنا بيقول مواقف كتيره بتحصل لنا على السوشيال ميديا من قرايبنا واهلنا، في منها طبعا حاجات دمها خفيف، في منها برضو بعض الحاجات المحرجه. احكوا لنا عن موقف ونبدا نشوف المواقف اللي حصلت مع جمان. مش عارفه اقول لك ايه، بس هي حاجات كتير مش عارفه اعد والله. معظمها بص معظمها ماما. احنا قلنا بقى بدون ذكر اسماء، مش هسالك ماما هي هتعرف، بعدين انت اكتر واحد عارف انت صديقها الصدوق على فيسبوك يعني فلا ماما يعني ممكن احكي لها عن المواقف بس طبعا ما انا الاحراج مش هتكلم. انت ممكن تجاوب عني السؤال ده؟ هي يعني ماما بالنسبة للفيسبوك أو على السوشيال ميديا هي بالنسبة لها ده يعني حياتها، يعني هي لو حصل مثلا موبايل فصل أو أنه الإنترنت قطع لأي سبب من الأسباب إحنا هنا بنواجه مشكلة كارثية بالنسبة لها. فلهذا الحد السوشيال ميديا بقت مهمة جدا بالنسبة لها، وبقى بالفعل يمكن الناس الكبيرة شوية أو أهالينا بالنسبة لهم بقت مواقع التواصل الاجتماعي في ظل بقى احنا كمان انشغالاتنا عنهم للاسف طبعا ما بتبقاش مقصوده يعني، بيبقى ده الملاذ ليهم او بيبقى يمكن الحاجه اللي بتسليهم اكتر. فبالنسبه مثلا لمامتي يا شاذلي، لا ماما خطيره. اولا مثلا مره كده بس زمان يعني مش من زمان قوي بس يعني بقول زمان، فجاه كده لقيت تليفونات كتير جدا من اصحابي، جمانة خشي بسرعه عند طنط على فيسبوك، او انت مش شايفه طنط عامله لك منشن او تاج في حاجه على فيسبوك. فدخلت لقيت ماما حاطه صوره يعني ما تتحطش الحقيقه، يعني انا لو هي بجد لو هي قصده ان هي تذلني تدمر مستقبلي تدمر مستقبلي فعلا مش هتعمل معايا كده. حاطه الصوره ومشكلة ان هي شايفه ان هي عامله حاجه كويسه يا شاذلي، وكاتبه عليها من فوق يعني ام طبعا كل ام بتشوف ولادها احسن حاجه في الدنيا، فكاتبه عليها من فوق جمانة الجميله كيف ما كانت. فما فهمتش دي تريقه ولا ده بجد، هي يعني بتفتح الباب للتريقه هي مش بتتريق. وبعدين انا اصلا ماما شخصيه يعني شخصيه ساخره، فعادي اتوقع منها ان هي ممكن تكون بجد بتتريق. انا ساعتها برضه هتلم الناس عليكي كده ما فهمتش قوي ده مثلا الباب. مره ثانيه يعني مره تانية لقيتها كده بتديني تليفون بتقول لي انا مش عارفه ليه البوست ده حطيته ومحدش عمل لي كومنت، محدش علق لي ولا لقيت لايكس ولا لقيت حاجه. فقلت لها عادي ما بتحصل يعني كلنا احيانا برضه على الحاجات دي. لا هي بجد عندها جمهور يعني عندها فولورز عندها جمهور. فلقيتها بتقول لي انا محدش علق لي ولا حد عمل لي حاجه، فقلت لها عادي انا بالنسبه لي عادي بتحصل ما جراش حاجه يعني. فقالت لي لا انت ممكن انت حره، بس انا بالنسبه لي لا انا عندي جمهور فشوفي الموضوع فيه ايه. فدخلت ابص لقيتها عامله في البرايفسي بتاعت البوست او في الخصوصيه بتاعت البوست المنشور اللي هي كاتباه عاملاه اونلي مي، يعني هي بس اللي تشوفه. فانا بقول لها يا ماما انت عاملاه بس انت بس اللي بقول لها اونلي مي، مفيش حد غيرك هيشوفه بالظبط. فقالت لي طيب ايه المشكله انا مش فاهمه. قلت لها ايه المشكله ما محدش هيشوفه يعني ما هو اونلي يو. قالت لي ما ايوه انا كاتباه لوحدي. لا ده مش كاتباه ده مين اللي هيشوفه. فانا قلت لها لا ده مش الترجمه الحرفيه الاونلي مي يعني موضوع كبير. وفي مواقف كتير لو قعدت احكيها يا شاذلي هنقعد كتير يعني نحكي بقى خلال الحلقه النهارده كتير قوي. انت احكي لي بقى. طبعا يعني انا كنت بتكلم عني انا في البدايه، وكان جيلنا كله في البدايه كده تلاقي حد كاتب له ويقول له انبوكس، طب هو كاتب له ليه على الوول بره انبوكس؟ طب ما انا ممكن ادخل له على طول اكلمه. انا فاكره تاج قبل ما يبقى منشن بقى كان اسمه تاج زمان،
فتلاقيك عامل تاج لحد ومش كاتب اي حاجه في البوست. طب انت عامله تاج ليه؟ طيب ما تدخل تكلمه او ممكن تتصل بيه على الموبايل. هي كانت وسيله جديده وكلنا كنا عايزين نستخدمها بس مش اكتر، فما كناش فاهمين قوي، لكن مع الوقت خلاص يعني عرفنا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. بشوف مواقف كتيره كوميديه بتحصل، ويعني خليني اقول لكم مثلا انا والدتي عندها فيسبوك بس مش بتدخل على الفيسبوك بغرض مثلا ان هي تدخل بقى تعمل تعليقات وكده، لا خالص، هي ما بتعملش لايك لحد غيري تقريبا وما بتعملش تعليقات لحد اطلاقا على الفيسبوك، بس هو مصدر معلومات، وللاسف للاسف مش مصدر معلومات صحيحه، لانه غالبيه البيجز الموجوده والصفحات اللي بتتابع من عليها الاخبار ما فيهاش معلومات صحيحه، يعني بتحتاج مراجعه كتير قوي، ولكن هم دايما بيعتمدوا على المعلومات او بيعتمدوا على المواقف اللي حصلت على السوشيال ميديا، بيعتمدوا ان دي بالفعل مواقف حقيقيه وحصلت. شفت فلان عمل ايه؟ شفت ده ممكن يكون كلام فقط، ما فيش فيديو بيقول ان فلان عمل كده. فده طبعا ده بالنسبه لتعاملها مع الفيسبوك. اما بقيه المنصات فاكيد طبعا الناس بتتعامل عادي. انا طبعا في مواقف تانية مش هذكر اسماء بقى زي ما قلت لك، يعني اللي جاي ده ما ينفعش اذكر فيه اسماء. حد مثلا من قرايبي كان بيدور على ابنه على الوقت، كاتب له انت فين انا بدور عليك، يعني هو لو تايه هتجيبه مثلا وانت بتقول انت فين، وبعدين ما انت ممكن تمسك التليفون وتتصل بيه تشوف هو فين، ما جاش ليه مثلا. ده موقف. حد تاني من قريبي عامل حساب باسم زي جرح بلا دماء ووردة مش عارف ايه، واللي هي الحسابات اللي هي اسم الحساب اللي هو فاهمه مش واضح ما فيهوش ما يعني هو مش ايه ده؟ اسمه هو حاله، يعني هو وصف حالته ممكن رومانسيه بس منسيه، يعني في اسماء كتيره من الحاجات دي يعني. فهو يكتب عامل الاكونت بالاسم ده ويروح كاتب كل اللي عنده، وفي الاخر يكتب اسمه وصفته وعنوانه في التعليق، يعني اللي هو يعني لو انا كنت مستخبي فوق فانا تحت مش مستخبي. ففي مواقف كتيره بتحصل بقى. ده طبعا ناهيكم بقى عن الحاجات التانيه اللي بتحصل وبنشوفها، مثلا يقول لك شاهد سلحفاه تطير في الفضاء، فتتاخد تتحط على جروب العيله، تعمل قلق على جروب العيله دي بقى. دي بقى مش عايز اقول لك انتوا ما بتعلقوش ليه؟ انتوا مش شايفين؟ سبحان الله. بس هم بيعلقوا بالمناسبه، مثلا ماما خدت بالي من حاجه دي سبحان الله على طول صح؟ لا سبحان الله ده لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، دي معروفه. بس انت يعني برضو بما انك متابع جيد بابا على فيسبوك، انا خدت بالي من حاجه غريبه جدا مش فاهمها. بعد ما بتكتب اي بوست او اي حاجه بتكتب 3 4 شير، لا ده غير ال 3 4 شير ده غير الموضوع ده، في تحت ايناس، احنا بنمضي ايناس، امضاء ايناس ليه؟ ما احنا عارفين بالتاكيد برضو عشان يعني لو حد احنا عارفين وعشان ما حدش يسرق البوست. بعدين تحس ان في الغاز، يعني في 5 6 7 هم فاهمين، يعني انا ماما شخصيه قارئه وما انا متاكده ما انك تدخل تعمل كومنت مش عارفه ليه بس هي انا من الحاجات دي بتبقى مجاملات على فكره، يعني اكتب لك تعليق تكتب لي تعليق، اعمل لك لايك تديني لايك، هي هتشوفك غير كده. ايوه ما اختلفناش، بس الحاجات دي كلها جمعيه ودايره، يعني التعليقات دي بتبقى مجاملات. بس انت عارف في ناس بتزعل فعلا، انا اكتشفت الموضوع ده، يعني في ناس بتزعل جدا لو حد عندها مثلا عندها مجموعه من الاصدقاء على فيسبوك، ومثلا المجموعه دي او الاشخاص دي مش بيتفاعلوا، يعني مش بيعملوا لايكس مثلا او مش بيعملوا اعجاب على المنشوره ما بتتفاعلوش ليه؟ والله بجد، او مش بيكتبوا كومنتس، ولاقي بوست بقى مكتوبه، يعني الاقي ناس كاتبه بما ان في ناس عندي او في اشخاص عندي على الحساب غير متفاعلين وغير فاعلين، فانا مضطر اشيل حضراتكم واحذف حضراتكم من قائمه اصدقائي. ايه العقاب الصعب ده؟ مش حسن حظهم ايه العنف ده؟ ايه ما هم بالفعل يعني هم مش بيتفاعلوا، فاكيد مش هيضرهم ان حضرتك تشيلهم. لا وكمان حاجه ممكن يكونوا محتوى مش عاجبهم، لا اله الا الله، في ناس بتحب تتابع مش لازم اكتب تعليق، في ناس مش بتحب تشارك مثلا، حاجه ما عجبتنيش يعني، اعمل لايك ليه؟ مجاملات يعني، اعمل لايكات وافضل ادي اقول هايل ورائع وبرافو وهو مش عجباني ليه؟ طيب فبستغرب قوي الناس اللي بتزعل من الموضوع ده، مفهموش فعلا يعني. والله في ناس كتير والتصرف نفسه اصلا محتاجين يعني اعاده نظر في سيكولوجيتها، يقول الاشخاص اللي بيكتبوا حاجات زي دي مش الدرجه دي انت تزعل مني ان انا ما بعملش لايك يعني. لقيت مجموعه من الاصدقاء غير متابعين متابعه جيده، فانا هحذفكم عشان ادي فرصه للمزيد من الاصدقاء. تديهم فرصه فين يعني؟ كل يعملوا ايه يعني؟ يقدروا ياخدوا مساحتهم اكتر على الاكونت بتاعهم يعني. على اي حال دي كانت بعض التجارب اللي مرينا بيها رشاش دي في موضوع السوشيال ميديا مع اسرنا او مع قرايبنا او مع ناس كبيره. في عارفه كان في مره كده كنت من فتره كبيره يعني كنت قريت كده سيده في فيتنام برضو جالها هوس من السوشيال ميديا، فصدقت وقت كورونا صدقت ان حد كتب يعني ان اكل البيض المسلوق في نص الليل
بيقي من فيروس كورونا، فبقى بتصحى كل يوم بالليل تسلق بيض وتاكل. فدي من ضمن الحاجات برضو الصعبه جدا، اللي هي صعبه ان هي تتصدق اصلا يعني. فتخيلوا ان هي صعبه ان هي تتصدق، بس الست صدقت وبدات تعمل كده، وكل يوم الصبح تصحى تعمل بيض مسلوق وتاكل الفجر. لا ده غير وصفات البشره والعلاجات والحاجات لا دي. لا وصفات البشره لا يعني انا ما اعرفش طبعا مدى فعاليه ده، بس اول مره اسمع عنه. مثلا قشر البيض المطحون يعني اول مره اسمعها في حياتي ان ده بيستخدم. وصدقوني جابت نتيجه. لازم صدقوني جابت نتيجه والله بجد. ومثلا لتساقط الشعر تلاقيهم حاطين صورتين قبل وبعد، طبعا الصوره اكيد اكيد ملعوب فيه يعني، الصوره معمول لها ايديت مليون في الميه. اصل ما فيش حد في الدنيا يحط على شعره قشر بيض وبعد اسبوعين ثلاثه يطلع له شعر يا جماعه. ما هو في حاجه اسمها علم، هل ده اصلا بينبت شعر ولا لا؟ بس هم اهم حاجه اليقين، اللي هم مصدقين، هم مصدقين ان الموضوع ده هيجيب نتيجه. وبعدين فعلا زي ما انت قلت في اخبار بتلاقيها بتعمل لها شير مش منطقية أصلاً يعني، بعيداً هي صح أو غلط، بس هي مش منطقية حتى إن إحنا نصدقها. والله الحمد لله إحنا عندنا زر اسمه البلوك فنستخدمه. يعني على كل ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، مواقف كتيرة بتحصل لنا على السوشيال ميديا من قرايبنا وأهلنا، في منها حاجات دايماً بيكون دمها خفيف. احكوا لنا عن المواقف دي، في انتظار إجاباتكم وتعليقاتكم على سؤال الحلقة، هنستعرضها إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلاً بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.